that اهلا بيكم في درس جديد من دروس تعلم امريكي. انا مستر سام وبعمل دروس تعلم امريكي. الدروس دي كلها موجوده على اليوتيوب على مستر سام 2016 كلمه واحده من غير اي مسافات. لو مش عامل سبسكرايب اعمل علشان تقدر تشوف اي درس فاتك في اي وقت. لو على الفيسبوك اعمل شير عشان غيرك يستفاد وان شاء الله انتوا تستفادوا. المره دي هنتكلم عن الحمام. الحمام في امريكا غير الحمام في أي حتة في الدنيا تقريبا، أو على الأقل في بلادنا العربية. فمش هينفع يبقى الدرس على مرة واحدة عشان عايزك تعرف الكلمات دي وتحفظها، والمرة الجاية هنقول لك إيه اللي في الحمام وإزاي إنك أنت تستعمل حمام زي أمريكان هنا، ما تعملش حاجة تخليك تبقى في موقع أو في وضع إنك تبقى مكسوف شوية. لأن إحنا هنا هتشوف الدرس الجاي هيبقى ازاي. كمان ممتاز ما شاء الله عليه وسع الدايره شويه. ممتاز المره الجايه هنتكلم على ازاي تقول خد حمام ونشف نفسك واعمل كذا وسوي كذا. التعبيرات دي حلوه قوي انك انت لما بتشاركوا يا جماعه بتنبهني الحاجات انا بفتكرها عاديه، بس هي بتبقى انت ممكن تكون مهمه انك انت تعرفها. فالدرس الجاي نتكلم على الحمام هنا في أمريكا إزاي، ونتكلم على التعبيرات اللي المفروض تستعملها. لكن الدرس ده لازم تبقى عارف الكلمات دي عشان لما نيجي نتكلم هنا في الحمام إن شاء الله ما تبقاش بقى الإيه الحاجات دي، ما تقعدش تقول لي ها ها وتبقى غريبة عليك. أوكي، أول حاجة هتلاقيها عندك في الدرس ده زي ما أنا حطيته في البوست. في البوست عندك هتلاقي اول حاجة سبت الغسيل. سبت الغسيل اي حاجة ممكن تقول عليها باسكت، وممكن تقول الباسكت ده بتاع كلوث اللي هو الهدوم، مفيش مشكلة. هو بس تبقى عارف ان هامبر ده اول ما بنيجي هنا البلد دي لازم تشتري لك سبت عشان تحط فيه هدومك، عشان تروح اللوندري اللي هي المغسلة. لو انت مفيش المكان اللي انت فيه مش لازم يكون فيه غسالة هدوم وطباق، يعني اي مكان بيبقى عادة فيه كده. بس في بيوت بيبقى الواشر والدراير ملوش فتحة انك تخرج فيها الدراير. دي عايزة درس برضه، دي عايزين نوريها لكم. اوكي، مش لازم اي بيت يبقى فيه انك انت تغسل هدومك وتنشفها في البيت. ممكن ما يبقاش موجود اصلا، اللي هي الفتحات اللي بتستعمل عشان تحط فيها الغسالة ونشفة الهدوم. حتى غسالة الأطباق زي ما قلت مش لازم تبقى موجودة في أماكن زي البيت اللي أنا فيه ده ما فيهوش غسالة أطباق. بتشتري أنت سلة عشان تحط فيها هدومك تروح السلة دي ليه هامبر؟ ليه مش باسكت؟ عشان بتبقى كبيرة ومطولة كده لفوق عشان تحط فيها الهدوم. مش بيبقى أي باسكت، بيبقى باسكت فقط للهدوم. أوكي؟ اسمه إيه؟ هامبر. اسمه إيه؟ هامبر. ماشي، لو حد كتب اي تعليق هشوفه انا هنا. الصوت والصوره كله تمام. اوكي، انما اي قلت اي سله اسمها ايه؟ باسكت. والسله بتاعت الزباله مثلا واتكلمنا عليها قبل كده اسمها ويست باسكت او تراش كان. فاكر قلت لك في باسكت وفي كان وفي بن. البن ده صغير قوي، الباسكت ده اكبر شويه، الكان ده يعني عادة بيبقى اللي هو الكبير خالص. ادي المغسلة اهي. لو انت عايز تعرف انت ما عندكش حاجة تغسل فيها في البيت، فبتغسل في ايه؟ لوندري. لوندري في
مكان فاتح مليان غسالات ومفاتح ان شاء الله صوره مره مليان نشافات، وانت بتجيب فلوس مع فضه، بتحول الفلوس الورق اللي معاك لفلوس فضه، وتقوم جاي حاطط الكوارترز دول مثلا بتاخد كام، مثلا 6، تقوم حاطط 6 قافلها، يقوم البتاع شغاله بعد ما تكون حاطط هدومك والصابون وكل حاجه، ونفس الكلام عشان تنشفها. وهو فاتح بيعمل فلوس من الناس بس اللي بتغسل كده. ليه مش عايز يروح يجيب له غسالة ونشافة بيعدوا الألف دولار، أو أرخص حاجة في 600-700 دولار الاتنين، بس ما بيبقاش قوي قوي يعني، واخد بالك؟ فمش ما عندوش في البيت القديم، ما عندوش الفتحة بتاعت الغسالات والنشافة، وملوش مكان فيها، فبيروح يغسل هدومه فين؟ في اللوندري مرة كل أسبوع ولا حاجة، تكلفه مثلا 4-5 دولار، لأنه لما بتنشف هدوم بتاخد فلوس اكتر تقريبا. اوكي، البانيو اللي هو بتستحمى فيه ده اسمه باث توب. باث توب بيحطوا فيه حته بلاستيكه جوه عشان ما حدش يتزحلق، اسمها رابر مات. يبقى اي حصيره اسمها مات، فاذا كانت رابر عشان ما تتزحلقش، او اذا كانت باث مات اللي بتتحط ايه بره في الارض. هنتكلم ليه اصلا والكلام ده المره الجايه، بس تبقى عارف الكلمات دي. يعني ارجوك لازم تحفظ الكلمات مع الصوره اللي موجوده هنا، كبر الصوره واحفظ الكلمه مع الصوره، عشان لما تشوف الكلام ده المره الجايه على الطبيعه ما تقعدش بقى تقول لي ايه دي ومش ايه دي. مش هقعد اقول لك بقى ديت اللي هي اللي بتتحط جوه علشان ما مش عارف ما تقعش، ودي لا، هقول لك دي رابر مات وادي الباث مات. هقعد اكلمك كده زي واحد بالهيلوغريفي بالصيني، كانك انت مش هكلمك عربي، مش هينفع. مش هقعد اشرحها واكلمك جوه عربي، مش هعرفها انا كمان. اوكي، البلاعه اللي بتصرف الميه، او هتشوفها انت اللي بتجري الميه جوه، اسمها درين. درين اي حاجه بيفوت منها الميه كده دي درين. اوكي، الحنفيه فاست، الحنفيه فاست، وفي كلمه تانية اللي هي تاب. فاكر اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده؟ بيبقى فيها يا هات يا كولد، تخليها في النص تبقى وورم، صح؟ ماشي. بتعلق الفوطه على ايه؟ بيبقى في حاجه كده بتعلق عليها الفوطه اهي، اسمها ايه؟ تاول راك. وفاكر المرة اللي فاتت قلت لك لو بتحط الكتب هنا على رف كده اسمه ايه؟ بوك راك. فالراك ده مش ما هوش شيلف، يعني ما هوش دق، ما هوش رف، لا، ده حاجة كده بتعلق عليها حاجة مخصصة لحاجة معينة. فالمرة دي هنا مخصصة المرة اللي فاتت كانت مخصصة للايه؟ للبوكس. دلوقتي مخصصة للايه؟ للفوط، تاول. اوكي؟ وفي حتة فوطة صغيرة كده تمسح بيها راج، هتلاقيها مش موجودة هنا. اوكي، البلاط، البلاط تايل، البلاط اسمه تايل. الميزان، انا عندي ميزان، الناس اللي بتهتم بنفسها بيبقى لازم عنده ميزان في الحمام، يوزن نفسه الصبح بعد ما يخش الحمام ويعمل حمامه كده. خلاص انت دلوقتي وزنك وجسمك صافي، ده احسن وقت توزن في الحمام قبل ما تخش تاخد دش، لا لابس هدوم ولا حاجه، هو بس جسمك. فتبص كده، وزني كذا، اوكي، زايد شويه، اقل شويه، مش عارف كده، وتقوم واخد دش. بس تبقى عارف نفسك عامل ازاي، فاهمني؟ ده اللي مهتم بروحه. اوكي، عندك تاني الفوط في فوق، لما تروح عشان تشتري من الستور تلاقي الفوط عامله ازاي؟ احجام كده. الكبيره قوي اسمها باث تاول، انما المتوسطه اللي بتمسح فيها ايدك هاند تاول. انما حته البتاع الصغيره هوريها لك بمسح بيها الحوض كده وبتاع عشان لو جه عليه ميه ولا حاجه، اسمها واش كلوث. اوكي؟ وقلت لك حته الفوطه بتاعت المطبخ، ولا حته اللي انا واني حته خرقه كده امسح بيها البتاع دي راج. اوكي؟ الستاير اسمها بلايندز، مش الستاير، لا،
اللي هي الشيش. افتكرت عندنا بيقول عليه بالمصري اللي هو الشيش، اللي هو تفتحه كده تشوف، تقفله وابيض كده زي ما هنا موجود هنا في الصورة هنا، اسمه بلاينز. بس ده ميني بلاينز لان ده صغير، وفي بيبقى مطول قوي كده لتحت على حسب نوع الشباك يعني. اوكي، لو في حد مش فاهم حاجة عايز يسأل حاجة يقول. طبعا انت بتخش تاخد ايه، دش كده اسمه بالانجلش شاور، اسمها ايه اللي بينزل منها المية دي، اسمها شاور هيد، اللي هي بينزل منها المية. في بلادنا بتبقى دايما ماسوره طويله كده وتلاقي البتاع عامله كده اهو، هنا بيخبوا كل حاجه ورا الحيطان لان انت مش محتاجها، مش زي عندنا يعني. لا، هي البيت معمول من الاول بحاجاته، معروف ده عشان ايه وده عشان ايه، فتلاقي بس راس طالعه كده اسمه الشاور هيد، تحركها لتحت لفوق، في بقى تلفها كده فتخلي المايه اقوى اقل مش عارف ايه حركات يعني، بس اسمه شاور هيد. قلنا ورق التواليت، ورق التواليت ما حدش يعني، تواليت بيبر اللي هو تيشيو، اللي هو التيشيو. قلت لك تيشيو ديت عندنا في العلمي اللي هو الجلد اللي من بره ده، اللي هو الجلد ده من بره اسمه تيشيو. فتيشيو هي الحاجه الخفيفه زي جلدك كده، وفي نفس الوقت قويه بتحمي، قويه مش ضعيفه، مش مجرد انها خفيفه كده، لا اسمها تيشيو. اوكي، ف ما فيش حاجه اسمها، قلت قبل كده عشان انا شفتها في برنامج ده غير الهاند بيبر، ما فيش حاجه اسمها اديني تيشيو. الهاند بيبر ده اللي هو بيبر تاول، اللي هو الورق اللي انت زي الفوطه ورقيه ماشي، او مناديل ورق، لكن تيشيو ده ورق الحمام فقط فقط. بعدين عندك فرشه عشان تنضف بيها القاعدة من جوه اسمها براش. لو الحمام السد مش موجودة عندك دي وعايز بلاستيك عشان تسلكها كده، اللي هي بتاع السلاكة دي اللي بتسلك دي اسمها بلانجر. لو حمام السد ولا حاجة، حد رمى حاجة في الحمام وكده يعني. اوكي، في شوية حاجات كده عارف انها مش موجودة عندك بس تبقى عارفها، اللي هي القاعدة بتاعت الحمام اسمها تويلت سيت. التويلت سيت ده اللي هي القاعدة، فيبقى عندك تويلت بيبر، تويلت براش، تويلت سيت، الصندوق اللي مليان ميه ده اسمه تانك، والقعده البتاع اللي تحت اللي انت الكومود اللي انت بتقعد عليه ده اسمه باو. اوكي، اسمه باث او تويلت باو عشان يبقى معروف انت باو ده اللي هو مش الطبق. فاكر لما كنا بنتكلم على الاطباق والحاجات، قلت لك ده ديش وده بول ماشي، لكن ده التويلت بول ده اللي هو اللي تحت. اوكي، بعدين لازم بيعملوا صندوق كده تحط فيه الادويه اسمه ميديسن كابينت. اوكي، اللي تحط فيه وبيبقى موجود في الحمام. الحوض اسمه سينك، انما فاكر شكرا ثانك بالث، انما دي بالسين سينك. الصابون طبعا انت عارف انه ان اسمه سوب، انما الشوربه سوب، فاكر الصابون سوب، وبتحط الصابونة على طبق سوب ديش. انما في ناس كتير هنا بتجيب الصابون ده بيبقى ارخص، ناس بتجيب بقى اللي هو الصابون السايد ده الهاند سوب ده عشان تعمل بيه. وفي حاجة اسمها سانيتايزر، مش هنوريك الحاجات دي ان شاء الله. توث براش، الفرشة اللي بتغسل بيها سنانك، احنا هنا لازم تغسل سنانك الصبح وبالليل وكده يعني. فايه توث براش، يلا يا اولاد عيال وش يا تيت يلا عشان تغسل سنانك. تقوم واخد ايه التوث براش، بتحطها على ايه بقى، في الهولدر بتاعها، ليها مكان كده تحط فيه. الحاجات دي مش هتلاقيها عندك. العمود ده شايف البتاع اسمه ايه، الحديده اللي فوق دي اللي بتعلق فيها الستاره دي، دي اسمها الراد. الحمام اللي عندي هنا مثلا ما فيهوش راد ده، فانا قمت رايح الوالمارت قمت جايب باث راد عشان الحمام، وبتبقى هوريها لك، بتقعد تتلف كده لغايه ما تيجي في الحيطه من هنا ومن هنا وتقوم قافله كده، هتشوفها اهي. طب معلق عليها الستاره ما بتقعش، اسمها رود، والستاره اسمها كورن،
والكورن ديت في الحمام هوري لك لازم يبقوا اتنين على الاقل، البلاستيكه اللي من جوه على الاقل، البلاستيكه اللي من جوه اسمها كورن. طبعا بلانجر قلت لك اللي هي السداده. الحمام تيجي تأجر بيت يقول لك البيت دوت عباره عن حمام ونص. يعني ايه نص؟ هو في نص حمام؟ الحمام اللي ما فيهوش مكان تاخد فيه دش اسمه هاف باث. الحمام اللي بتاخد اللي هو ما فيهوش مكان تاخد فيه دش. طب افرض في مكان تاخد دش بس ما فيش بانيو، يعني يا دوبك الشاور هيد دي كده من فوق وتعمل ستاره كده صغنطوطه ويا دوبك تقف زي اللي موجود في عندنا في الجيم مثلا، وتقف كده والبتاع ما فيش بانيو، يعني ده اسمه ستول شاور. اوكي، اسمه ستول شاور. في حمامات كتيره بيبقى الحمام اللي عندي للاسف ما فيهوش، بيبقى في مكان كده تحط بقى فيه الفوط والبتاع وكده اسمه لينن كلوزت. فده مش مخزن عشان تحط فيه حاجات تانية، ده معمول عشان تحط فيه الفوط وهدوم الحمام والكلام ده، اسمه لينن كلوزت. اوكي، مطلوب من حضرتك تحفظ الكلمات دي علشان المرة الجاية لما نتكلم عن الحمام بقى جوه وتشوفها كده زي ده كده زي ده هنا كده في الصفحة، واشرح لك الحمام الامريكي ايه اللي يختلف فيه عن الحمام العربي، وزي ما ممتاز قال الحاجات اللي المفروض بنستعملها، التعبيرات اللي بتستعملها في الحمام، تكون حضرتك على درايه بالكلمات دي. لو اي حاجه مش عارفها ابعت لي، لو اي حاجه عايز تنطقها عندك جوجل ترانسليت خليه ينطقها لك، لو لسه في صعوبه بعد كده كلمني، عينيا ليك انا اساعدك. اتمنى تكونوا على خير ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، والناس اللي ما صيفتش روح صيف، وكل سنه وانتم طيبين، مع السلامه. مستر سام تعلم أمريكي، الدروس عندك ايه؟ اعمل شير وساعد غيرك، مع السلامة.